الرئيس السيسي يوجه بتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، تواصل جهود تقديم الرعاية للمصريين القادمين من أوكرانيا لدول الجوار. وجولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون نتائج، والاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية، وإلى تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الإفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات. كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية، إلى جانب مبادرة أفريقيا للإبداع الرقمي والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس، حيث وجه سيادته بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا الإطار، خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدعم الذي قدمه صندوق المناخ الأخضر لمصر لتمويل 4 مشروعات بقيمة تقترب من 297 مليون دولار، وذلك بهدف حماية السواحل الشمالية وتنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر والتابع للأمم المتحدة لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وفي سياق متصل أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافتها المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشددا على أن مصر ستواصل الزخم السياسي لتحقيق تقدم متوازن في جميع مسارات المفاوضات. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر على ما تمثله مصر من أهمية في مجالات عمل الصندوق، مشيرا إلى أن مؤتمر كوب 27 يمثل فرصة لمصر لعرض المشروعات التي سوف تتبناها خلال الفترة القادمة والحصول على التمويل اللازم لها.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المكون الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مرحبا بمساهمات شركة فودافون في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقائه مع شامل جوسيب الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم الجنوب إفريقية التابعة لشركة فودافون العالمية والوفد المرافق له. وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم معربا عن ترحيبه بخطط التوسع الخاصة بالشركة في السوق المصرية، والذي يأتي في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتشجيع القطاع الخاص. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم أهمية علاقات الشراكة مع مصر، معتبرا مصر من أهم أسواق عمل الشركة حول العالم. وأكد أيضا أن الشركة سوف تعمل على تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها في مصر. شهيد بيسلم شهيد، الراية من بعده كأنه يوم العيد زي ما كان وعده. شهيد بيسابق شهيد على دوره في الجنة، واللي ينولها أكيد يهناه ويساعده. آخر كلام كتبه في وصية قال فيها: على العهد متفقين وبروحنا نفديها. نبه زميله وقال له: اصحى وصح النوم وياك تفرط يوم في ذرة التراب فيها. 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بمناسبة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد، وذلك تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء، وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن. يفارقنا جسد ويسيب ذكراه، الشهداء أحياء سيرتهم باقية في قلب الوطن، وعطائهم أمل وحياة. عظيم سلام وكلنا واقفين لروحه انتباه، واحنا النهارده بنوعد وهنكمل المشوار وراه. بلدنا مش هتنحني وايد في ايد هتتبني، والموت لعمره هدنا بنزيد حياة. 9 مارس بالقديم، عطاء وخلود. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 174 راكبا. هذا وخصصت إدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة طاقما طبيا لفحص الركاب وإجراء تحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ومتابعة حالتهم الصحية. هذا وتتوالى جهود بعثاتنا الدبلوماسية لتقديم الرعاية اللازمة لمواطنين القادمين من أوكرانيا باتجاه دول الجوار. ففي بوخارست أنهى سفير مصر وأعضاء السفارة إجراءات عودة 150 مواطنا مصريا من بوخارست إلى القاهرة، وذلك على متن الطائرة التي أرسلتها الحكومة المصرية وغادرت رومانيا فجر اليوم.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الوضع في أوكرانيا. وذكر الكريملين أن بوتين أكد خلال الاتصال أن الجيش الروسي يتخذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين. وأوضح الكريملين أن بوتين قدم لرئيس المجلس الأوروبي تقييما لمسار المفاوضات مع ممثلي كييف، مشيرا إلى أن المطالب الروسية معروفة. من جهته طلب ميشيل الرئيس الروسي بوقف الأعمال العسكرية وضمان مرور المساعدات وبضمان سلامة المنشآت النووية. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا أبلغت أوكرانيا أنها مستعدة لوقف عملياتها العسكرية في لحظة إذا استجابت كييف لقائمة من الشروط. وأضاف بيسكوف أن موسكو تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونسك ولوهانسك الانفصاليتين. جاء هذا وفقا لبيان روسي يتعلق بالشروط التي وضعتها روسيا لوقف ما أسمته بعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي دخلت الآن يومها 12. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب لتزويده بطائرات عسكرية. وخلال مقطع مصور بثه زيلينسكي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الرئيس الأوكراني دول العالم بمقاطعة النفط الروسي، مشددا على أن مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية للعمليات العسكرية الروسية على أراضي بلاده. هذا ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام المشرعين البريطانيين في وقت لاحق اليوم حول الأزمة الأوكرانية. وافق الاتحاد الأوروبي على بدء دراسة انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولودوفا للاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن مولودوفا تشعر بالتهديد من روسيا، وأن بروكسل تعمل على إرسال مساعدات للشركاء على حدود أوكرانيا. كما أعلنت واشنطن أنها تدرس تزويد حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية، وذلك مع تزايد القلق من أن الروس قد يفكرون في إطلاق صواريخ أو طائرات ضد الجناح الشرقي للحلف، وفقا لمسؤول أمريكي. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي ووزير خارجية لاتفيا، قال بلينكين إن 70% من الأسلحة وصلت لأوكرانيا وأظهرت فعاليتها في قتال الروس، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أن تواجه روسيا من خلال فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الحديث عن مفاوضات. وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا جانيف لودوريان أنه طلب من الصين أن تكون طرفا في المبادرة السياسية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر جيوسياسية وموحدة للدفاع عن نفسها. نحن بحاجة لأوروبا أن تكون أكثر جيوسياسية حتى في أسلوب تصميمنا وإدارة نمونا. نحن نجو إلى الوضوح والوحدة وإلى المصداقية. يجب أن نمضي تجاه العروض الواقعية التي تأخذ على محمل الجد من قبل شركائنا ولتحقق الفارق. يجب أن يكون أكثر حسما وعزما في الدفاع عن قيمنا ومصالحنا. من جانبه طالب وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودوريان الصين بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستخدام نفوذها لتفادي الأسوأ في أوكرانيا. وأكد لودوريان على دعم بلاده للأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم، معتبرا أن شروط روسيا للمفاوضات تعني الاستسلام وليس التفاوض. وأشار لودوريان أن روسيا تهدف إلى إلغاء أوكرانيا وظروف التفاوض هي لإخضاع الأوكرانيين. وقال لودوريان إن مأساة أوكرانيا يبدو أنها ستدوم طويلة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم، مشددا على أن بلاده ستواصل الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات. جاء ذلك في حوار أجراه ماكرون مع شبكة LCE الفرنسية، حيث أدان الرئيس الفرنسي خرق روسيا للمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا. كما شدد ماكرون على ضرورة تكريس الجهود الدولية من أجل العمل على تجنب وقوع كوارث بالمنشآت النووية في أوكرانيا. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تكثيف الجهود لتفادي التصعيد في أوكرانيا وتوسيع دائرة الحرب. جاء ذلك خلال القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو كونفرنس مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وذلك لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. هذا وأعلن الرئيس جو بايدن أنه اتفق مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تجديد العقوبات على روسيا. من جانبه دعا المستشار الألماني أولاف شولتز روسيا لوقف فوري لعمليتها العسكرية التي تنتهك القانون الدولي وتسفر عن معاناة إنسانية مأساوية. أكد المفاوض الأوكراني في المحادثات مع روسيا ميخايلو بوديلاك أنه تم إحراز بعض التقدم البسيط بشأن الاتفاق على المسائل اللوجستية لإجلاء المدنيين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يحسن الوضع بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجانبين سيواصلان المحادثات بشأن وقف إطلاق النار. من جانبه أكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينيسكي أنه من المبكر جدا التحدث عن أي شيء إيجابي بعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع إجراء جولة رابعة من المحادثات مع أوكرانيا في المستقبل القريب جدا. كان وفدان من روسيا وأوكرانيا قد اختتم جولة ثالثة من المحادثات في بيلاروسيا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأوكرانية رفضها مقترحا بإجلاء المدنيين من أوكرانيا إلى روسيا وبيلاروسيا. هذا وأوضحت الداخلية الأوكرانية أنه ما زال هناك نحو 4000 أوكراني يحتاجون للإجلاء من كييف وسط اتهامات للجانب الروسي بغلق الممرات الإنسانية. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 3296 منشأة عسكرية و28 هدفا عسكريا للقوات الأوكرانية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 3 طائرات في منطقة بولاتافا، وطائرة في منطقة غوستوميل، وطائرتين مروحيتين في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية. 5 مارس 10 часов утра московского времени Российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. 5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من 1.7 مليون شخص منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأوضحت المفوضية أن أكثر من 1 مليون أوكراني وصل إلى بولندا وحدها.
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن العقوبات على روسيا ستؤثر على المستهلكين في بريطانيا. وقال جونسون إن بلاده قدمت 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، مشددا على أن بلاده من أكثر الدول الأوروبية التي قدمت مساعدات لأوكرانيا. مع كل احترامي لكل الزملاء الأوروبيين، نحن كنا الأكثر كرما بين كل الدول الأوروبية في توطين الضعفاء. أخذنا أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان كما تتذكرون، 104,000 من هونغ كونغ تقدموا بطلبات. سنكون في غاية الكرم كما يتوقع شعبنا هنا لاستقبال هؤلاء الهاربين من الحرب في أوكرانيا، وأعرفوا بأن هذه هي رغبة الشعب البريطاني. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن بلادها ستكون قادرة على فرض عقوبات ترتبط بروسيا على مئات الأفراد في 15 من مارس. يأتي ذلك إذا تمت الموافقة على تشريع طوارئ كما هو مقرر من قبل مجلس النواب البريطاني. أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستعلن عقوبات جديدة على 10 أفراد مقربين من القيادة الروسية، وذلك بسبب الهجوم على أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال رئيس الوزراء الكندي إن العقوبات تشتمل على مسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة ومن النخبة ومن أنصار القيادة الروسية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين إن أسعار الطاقة تضغط على المستهلكين والشركات، خاصة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. جاء ذلك خلال لقاء لها مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل. نعرف أن أسعار الطاقة تضغط كثيرا على المستهلكين وعلى الشركات، وسنناقش كيفية ضمان أن تبقى أسواق الكهرباء والطاقة فعالة على الرغم من أسعار الغاز المرتفعة التي عززتها حرب بوتين. هناك عنصران أهميان لذلك. البعد الأول يتعلق بحماية المستهلكين والشركات الأكثر عرضة للخطر والأكثر هشين، البعد الثاني هو النظر إلى أسواق الطاقة نظرا لأننا نعمل على تحول الطاقة. نقلت وكالة رويترز عن مشرعين أمريكيين قولهم بأن هناك خطة لتشريع جديد تتم مناقشته الثلاثاء لحظر استيراد منتجات الطاقة الروسية وبتعليق العلاقات التجارية العادية مع روسيا. وأوضح المشرعون أن هذا التشريع الجديد سيعطي الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطة زيادة، أو سلطة زيادة الرسوم الجمركية على بضائع من روسيا وبيلاروسيا. كما سيطلب بايدن من الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي السعي لتعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية والدفع نحو وقف الانضمام المقترح لبيلاروسيا إلى منظمة التجارة. تواصل أسعار الغذاء العالمية ارتفاعها بعدما هددت الهجمات الروسية على أوكرانيا سلاسل الإمدادات، مما دفع أسعار السلع إلى أعلى مستوياتها في سنوات. وتشكل روسيا وأوكرانيا معا ثلث صادرات القمح عالميا وخمس مبيعات الذرة. في الوقت الذي تشد فيه حدة الهجوم الروسي على أوكرانيا، تهدد الأزمة الأوكرانية والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا الإمدادات الغذائية وسبل عيش الشعوب التي تعتمد على الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة في منطقة البحر الأسود والمعروفة عالميا باسم سلة خبز العالم. وبمجرد بدء الهجوم الروسي، اضطر المزارعون الأوكرانيون إلى اللوذ بحياتهم والفرار وإهمال حقولهم، خاصة مع إغلاق الموانئ التي يتم عبرها شحن القمح وغيره من السلع الغذائية الأساسية إلى جميع أنحاء العالم. وفي ظل العقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا، ذكرت مؤسسة ماركت ووتش المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن تزايد المخاوف من احتمالية تعرض صادرات روسيا من الحبوب، وهي قوة زراعية أخرى، إلى عقوبات دولية تتسبب في مزيد من الانخفاض في إمدادات السلع الغذائية. وأشارت مؤسسة ماركت ووتش إلى أنه على الرغم من عدم حدوث أي اضطرابات عالمية
حتى الآن في إمدادات القمح، إلا أن أسعارها قد ارتفعت بنسبة 55% بسبب المخاوف العالمية. وسط هذه الظروف يواصل المسؤولون في الدول الأوروبية الاستعداد لمواجهة النقص المحتمل في المنتجات من أوكرانيا وزيادة أسعار علف الماشية، والتي قد تعني بالتالي زيادة تكلفة اللحوم والألبان في حال اضطرار المزارعين إلى تحميل العملاء هذه التكاليف. سجل الروبل الروسي أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها. ووصل سعر العملة الروسية إلى 106.5 روبل دولار بعدما أنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو. نشط التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. شكري يؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال شكري لوفد فلسطيني رفيع المستوى، حيث أكد على مساندة مصر لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وفقا لمقررات الشرعية الدولية، معربا في هذا الصدد عن أهمية مواصلت الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جانبه أعرب الوفد الفلسطيني عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللمساندة الخاصة بحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. افتتحت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين. ناقشت الجلسة الإعداد والتحضير لأعمال الدورة على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل برئاسة لبنان، وتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود لمختلف قضايا العمل العربي المشترك،
وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر والقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن. وشهدت بداية الجلسة تسليم الرئاسة من الكويت رئيس الدورة السابقة إلى لبنان رئيس الدورة الجديدة. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية، حيث سعت دولة الكويت خلال رئاستها واستشعارا منها بالمسؤولية إلى تقديم الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى، ونشهد معها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وهنا تجدد دولة الكويت على تأكيدها على موقفها الثابت اتجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تعقد الدورة 157 لمجلسنا الموقر في ظل استمرار التحديات الجمة التي تواجهها منطقتنا العربية والظروف الدقيقة التي تحيط بها وبالإقليم، سواء حالات التوتر التي تعيشها بعض دولنا العربية الشقيقة من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية، أو مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها ولا زالت جائحة كورونا على مجتمعات العالم كافة، أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي استجدت مؤخراً على الساحة الدولية. وفيما يخص لبنان، إن أزماته معقدة وهو يواجه التحديات من الخارج وفي الداخل. وواصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية. كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال النظر ومناقشة عدد من مشروعات القوانين. خلال الجلسة وصل المجلس مناقشة تقرير لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ليطرح عدد من النواب آراءهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون. اقترح أن يكون استبدال مسمى مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم الأعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له. بدأنا بكل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، فأنا بطلب باستبدالها كل شخص طبيعي اعتباري، إن احنا نبدأ التعريف بكل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض. احنا كده بنحدد مين اللي هو هيبقى المفروض مطلوب إن هو يجي يسجل. وبعد طرح ومناقشات وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وأرجى التصويت على بنوده إلى الجلسة القادمة. ووافق المجلس خلال الجلسة على قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري، كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز مكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء، وقرار جمهوري بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر إلى اللجان المختصة. كما شهدت الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإصلاح الزراعي. التعديلات هتساهم في توفير ميزانية مالية كبيرة جدا وعبء مالي كبير عن كاهل الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات
وبالتالي هيساهم بشكل مباشر في تحقيق والإسراع من القيام بهذه المشروعات. وبعد مناقشات وتعديلات وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإصلاح الزراعي في مجمله، مع إرجاء التصويت على مواده إلى الجلسة القادمة. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الهدف من تعديل قانون الإصلاح الزراعي هو استغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام. التعديلات دي بتسمح للدولة ان هي تاخد الاراضي الغير مستغلة التابعة للاصلاح الزراعي وتستغلها في كل الاغراض الواردة في مبادرة حياة كريمة. الحقيقة مبادرة حياة كريمة طبعا يعني مبادرة عظيمة جدا، هتغير شكل القرى المصرية، هتغير حياة يعني تقريبا نص المصريين، 50 مليون مصري حياتهم هتتأثر بهذه المبادرة. فان احنا فعلا ناخد اراضي غير مستغلة مبدئيا ان احنا نعدل البيئه التشريعيه ديت، يعني ده شيء مهم قوي. يعني قانون من سنه 52 اكيد انه عايز يتعدل. النهارده الحمد لله تمت الموافقه المبدئيه عليه. القانون او التعديل اللي حصل على مشروع القانون النهارده بيدينا اريحيه في التعامل في اللي جاي، خاصه على الاراضي المملوكه للاصلاح الزراعي في اقامه مشاريع النفع العام عليها. احنا عندنا مبادره رئاسيه ضخمه، هي الاولى من نوعها في تاريخ مصر بل في العالم نفسه، حياه كريمه اللي بتنظر ل 50 مليون مواطن ما حدش بص لهم قبل كده غير فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزين نشيل العبء من على التكلفه الماديه من على المبادره دي، فكان لابد وان نستغل املاك الدوله المملوكه للاصلاح الزراعي في تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي لاقامه مشاريع النفع العام عليها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، موضحة أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة. أكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان، والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان. وخلال لقاء لوزير الري محمد عبد العاطي مع نظيره بدولة جنوب السودان مناوى بيتر، أكد الوزير أنه تمت مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حاليا لخدمة المواطنين بجنوب السودان، وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات. أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى حرص المحافظة على مد يد العون للجميع للنهوض بقرى كفر الشيخ، مشيدا بالمشاركات المجتمعية التي تتميز بها قرى المحافظة. جاء ذلك خلال افتتاحه للمؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية، والذي تستمر فعالياته حتى 10 مارس، حيث تضمن افتتاح معرض الحرف اليدوية لقرى محافظة كفر الشيخ، ويشمل الكليم اليدوي والجبلان ومشغولات الخرز ومشغولات خوص النخيل، فضلا عن عروض فنية متعددة عن القرية المصرية. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. الجولة الاقتصادية ودينا فكري، إليك دينا. شكرا لك يوسف ونهى، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا.
أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزيرة التخطيط هالة السعيد وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية اللقاء لاستعراض المؤشرات الخاصة بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل. أعلنت وزارة التعاون الدولي التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 إلى 2027. وكشفت وزارة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين تلك الأولويات دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وكذلك تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر فضلا عن تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. شهدت وزيرة التخطيط هالة السعيد تخريج 4 دفعات لبرنامج القيادة للتميز الحكومي كينجز كوليدج، وذلك ضمن الشراكة الثلاثية بين وزارة التخطيط وكل من الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن. وأكدت الوزيرة أن التحديات التي فرضتها العديد من الأزمات تقود إلى تغييرات جذرية على جميع الجبهات، كما أكدت حرص الحكومة على الاستثمار في الكوادر المحلية لتبادل الخبرات، موضحة أهمية إنشاء أنظمة جديدة وتطوير ثقافة جديدة للإدارة العامة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن معدلات الصادرات المصرية لأسواق الإمارات بلغت خلال عام 2021 نحو 1,196,000,000 دولار. وخلال استقبالها مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار بمصر في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان، وذلك للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال زكي إن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين. من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت مثالا في كيفية تسريع عملية طرح الخدمات الرقمية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693,987,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 10,701 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1,870 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2,000
834 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها 66 قرشا للشراء، 15 جنيها 75 قرشا للبيع. نتحول إلى اليورو، والذي سجل اليوم 17 جنيها 3 قروش للشراء، 17 جنيها 14 قرشا للبيع. كما وصل سعر الاسترليني اليوم إلى 20 جنيها 66 قرشا للشراء و20 جنيها و79 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات 26 قرشا للشراء، 4 جنيهات 29 قرشا للبيع. ووصل سعر الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء، 4 جنيهات و20 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1990 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فقد سجل عيار 18 نحو 742 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 نحو 865 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 989 جنيها للجرام. ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6920 جنيها. في أسواق البترول العالمية، سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 119 دولارا و40 سنتا للبرميل، مرتفعة 3 دولارات و72 سنتا أو بنسبة 3.22%. في غضون ذلك، أعلنت الصين أن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز العالمية سيؤثر على بكين، التي تحصل على ما يزيد على 70% من احتياجاتها من النفط أو 40% من الغاز من الخارج، لكنها أضافت أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة. أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على أداء متباين وسط ارتفاع أسعار النفط، وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، إذ عوضت مكاسب في أسهم شركات المواد الأساسية والطاقة خسائر في الأسهم المالية، حيث صعد سهم أرامكو السعودية 4%، وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 9% منخفضا للجلسة الثانية على التوالي بعد صعوده 4.1% الأسبوع الماضي، في حين أغلق مؤشر بورصة أبوظبي مستقرا، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة البحرين بنسبة 3.5%. سجل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على 5 أسابيع، إذ لم تظهر أي علامات على قرب انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وزيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمي. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 2.94% مسجلا أكبر انخفاض له منذ 27 من يناير الماضي. كما انخفض المؤشر تاباكس الأوسع نطاقاً 2.76%. وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى لها في عام، مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي، مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.4%، كما هوى مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.7%. وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف لانخفاضات، وتراوحت خسائرها بين 4.7% و5%. ختم أخبار المال والأعمال، وعودة إلى يوسف ونهى، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار أن مصنع سندوب لتدوير المخلفات بمدينة المنصورة يعد الأول من نوعه على مستوى مصر من حيث الطاقة التصميمية. يحتوي المصنع على خطين للفرز بطاقة 40 طن بالساعة بإجمالي 1200 طن يوميا، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 323 مليون جنيه.
وفق منظومة جديدة تعمل بأحدث التقنيات العالمية، تعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ عدد من المصانع الحديثة الخاصة بتدوير المخلفات البيئية. مصنع سندوب بمحافظة الدقهلية يعد الأول من نوعه على مستوى مصر من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوي على خطي فرز طاقة 40 طن في الساعة بإجمالي 1200 طن يومياً، ويقام على مساحة 18 فداناً. طورنا ثلاث مصانع موجودين ورفعنا الطاقة التصميمية بتاعتهم ل 1500 طن في اليوم، وكمان عملنا مصانع جديدة، عملنا مصنع في سندوب بطاقة 1200 طن في اليوم، وعملنا بنعمل دلوقتي حاليا المصنع بتاع سندوب ده خلاص شغال اللي احنا موجودين فيه ده، وده التشغيل التجريبي بتاعه. بنعمل دلوقتي مصنع في المنزلة يخدم القطاع الشمالي لمحافظة الدقهلية طاقة 640 طن يوم، ووصلت نسب التنفيذ في المصنع ده ل 60% دلوقتي او 50% تحديدا، وان شاء الله خلال الشهر ده بنبدا توريد المعدات والتركيب، وان شاء الله خلال 3 شهور بالكثير يكون المصنع بيشتغل. وكمان بنجهز لانشاء مصنع يخدم المنطقه الجنوبيه في ميت غمر طاقه 450 طن يوم، وتم التعاقد بالفعل مع الشركه اللي هتورد المعدات، واحنا في اطار الوقت ان احنا بنجهز الموقع لبدء التشغيل. وتتواجد في المصنع وحدتان لتنقيه السماد ووحده للفصل بالهواء، كما يضم خطي فرز بتكنولوجيا الماني هولندي بطاقه استيعابيه 1200 طن يوميا. مصنع تدوير المخلفات في سندوب يعتبر أكبر مصنع تدوير مخلفات في الشرق الأوسط. هو بيعتمد في التكنولوجيا بتاعته على الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية. طاقة المصنع 1200 طن يوم، عبارة عن خطين فرز كل خط فيهم طاقته 600 طن يوم، تصنيع وإنتاج ألماني هولندي. المصنع بيستقبل المخلفات بعد ما بيعمل فرز، بعد ما بيحصل فرز مبدئي للمخلفات في الأول بيتم تسجيلها ووزنها، وبعدين بيعمل فرز مبدئي للمخلفات لاستبعاد أي مخلفات غير مرغوب فيها. تحسين البيئة والحفاظ عليها هدف تبنته الدولة منذ أكثر من 7 سنوات من خلال تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات وتحقيق مردود اقتصادي تنموي ولما لها من مردود بيئي إيجابي، وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين. والآن إلى آخر أخبار الرياضة. إلى دينا فكري نتحول، تفضلي. شكرا لك نهى، وشكرا يوسف. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. وصل البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى القاهرة برفقة معاونيه لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق رسميا. كان الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع فيريرا لتولي تدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفرنسي الفني السابق. فاز الزمالك على ضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 12 من الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز العاشر. تعادل الإسماعيلي مع ضيفه فاركو بدون أهداف في الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة اكتفى الإسماعيلي بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح 5 نقاط يحتل بها المركز الأخير. وفي المقابل ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة في المركز السابع. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث فاز البنك الأهلي على ضيفه مصر المقصة بهدف دون رد، ووصل البنك الأهلي للنقطة 17 ليتقدم للمركز الخامس، بينما توقف رصيد مصر المقصة عند النقطة 9 في المركز 15. وفي البطولة نفسها يستضيف الأهلي غدا فريق بيراميدز، بينما يحل سموحة ضيفا على سيراميك كليوباترا، ويلتقي إمبي مع إسترن كومباني.
يستضيف ليفربول الإنجليزي غدا فريق إنتر ميلان الإيطالي في إياب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ريد بول سالزبورغ النمساوي. هو ختام أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى يوسف ونهى، إليكم. شكرا لك ديما. في ظاهرة فريدة من نوعها اكتست سماء السويد بأضواء خضراء خلابة، ليست أضواء احتفالية بل هي مزيج طبيعي من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية وتسمى الشفق القطبي، وتظهر على هيئة أضواء تطفي البهجة على ناظريها. ومن السويد إلى آخر أخبار الطقس إلى دينا فكري، تفضلي. شكرا لكم. وأخبار الطقس محليا وعالميا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات في جمهورية مصر العربية: القاهرة 25-14، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-13، بورسعيد 21-13، الإسماعيلية 25-13. ونتحول إلى السويس 25-14، العريش 20-11، طابة 23-16، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 25-16، الأقصر 32-18، أسوان 33-19، الوادي الجديد 31-17، شلاتين 28-17، وحلايب 27-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وإليكم لقطة هذا اليوم.
انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يواجه بتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، تواصل جهود تقديم الرعاية للمصريين القادمين من أوكرانيا لدول الجوار. جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون نتائج، والاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، والآن نذهب إلى دمياط وحلقة خاصة مع الزميل يوسف الحسيني.